بس مهندس المعراض ايه مشاكلها؟ طبعا لا تقارن بالمناظر اللي احنا شفناها يعني. أيوة. طبعا دي حاجة سيئة جدا يعني، بس كل منطقة ولها مشاكلها والمواطنين اللي فيها لهم الحق في المشاكل طبعا الحل. طبعا ولذلك يجب الفصل بين المنطقتين يعني، بمنطقة المدينة الجديدة أو المعراج أو المعادي الجديدة بصفة عامة والبساتين القديمة. المشاكل اللي عندنا إن لما اتخططت المنطقة، منطقة المعادي الجديدة كلها والأخص منطقة المعراج، أعتقد ما كانش فيه تخطيط عمراني سليم، لأن أماكن الخدمات في كل المعراج تبع امتياز شركة النصر، شركة النصر إحدى شركات شركات الهيئة القومية للتشييد والبناء. طبعا مع كل قطع أراضي سكنية بيبقى فيه نسبة 5% خدمات، دي المفروض تتعمل اسم شرطة، سجل مدني، مطافي، بريد، وحدة صحية، مستشفى حكومي، مدرسة حكومي. للأسف الشديد وللأسف يعني ان الاماكن الخمسة في المية الخدمات محافظة القاهرة كلها بعتها كلها، ما عدا اربع اماكن فقط لا غير، اتنين اتعملوا مدرسة، واحدة خصصت مجمع خدمات شرطة ووزارة الداخلية استلمته وما عملتش فيه اي حاجة، والرابعة خصصت سنترال وتصور وبرضه ما عملوش اي حاجة. الحاجتين اللي اتعملوا مدرسة اسمها 25 يناير ومدرسة اسمها المعراج الدولية بكالوريا، وباقي الخمسة في المية الخدمات كلها اتباعت، اتباعت لجمعيات تبع الشرطة، جمعية أمن المواني، أمن الدولة وهكذا. طبعا لما رحنا للسيد محافظ القاهرة السابق الدكتور جلال السعيد قال ده مش في عهدي، يعني هو اعترف ان الامر ده واقع فعلا بس مش في عهده وما كانش عنده حل، وحولنا للسيد النائب. مش في عهده بس يتصلح يعني ولا ايه؟ ما عنديش حل، قال ما عندوش حل. الامل الوحيد ان في جزء لسه هيطرح تبع شركة تقسيم جديد تبع شركة النصر، ده في أراضي لسه فاضلة، الأمل الوحيد إن هم يعوضوا السكان بخدمات فيه. إحنا لا عندنا مستشفى ولا عندنا وحدة صحية ولا عندنا اسم شرطة، الاسم شرطة الوزارة استلمته وما عملتش أي حاجة خالص، في وعود كتير قوي قوي من زمان إن هو هي مفيش مستشفى في المعراج، مفيش مستشفى البساتين كلها، مستشفى عام البساتين مفيش ولا وحدة صحية. نروح أقرب مكان لنا أحمد ماهر، يعني ممكن مع الزحام، أنت عارف مستشفى أحمد ماهر على مستشفى هرمز بيروح الزحام، ثلاث أرباع الحالات بتتوكل على الله بيكونوا ماتوا أو وحدة صحية بتاعة تطعيم الأطفال والحاجات. في مشكلة في موضوع المستشفى، أنا بعد ما ربنا كرمني ونجحت وبقى في مجلس نواب وبقيت نائب، أول حاجة عملتها لأن ده مطلب شعبي للبساتين من 50-60 سنة. اتقدمت طبعا كنت لسه مش عارف الاراضي بتاعت الحي فين والفاضيه فين والمليانه فين. فقلت اسلم حل، انا عندي واحده صحيه في مساكن اطلس مساحه الارض بتاعتها 3200 متر، مبني حوالي من على 300 متر والباقي فاضي حوالين سور. فتقدمت بمشروع للمستشفى ان انا اخد المكان ده اعمل له ازاله واعمل عليه مستشفى وزاره الصحه في وجود المحافظ ووكيل وزاره الصحه كان موجود في هذا الاجتماع. تمام. وبعدين ده يعني خد يعني خد الموضوع ده كده واحده واحده بقى معايا، هيبسطك قوي. حاضر. تمام. قدمت بالكلام دوت، قال لك لا دي مساحه الارض قليله، اقل مساحه للمستشفى العام تبقى 6000 متر. اوكي. المهندس عادل عبد الظاهر مشكورا طلبت منه بيشوف لي ايه الاراضي اللي ملك تخص المحافظة عشان ما نتعداش على ايه اي جهة تانية ويبقى حرين التصرف فيها. عايزين مساحة 6000 متر. لقينا الحمد لله مساحة 6000 وحوالي 200 متر او 300 متر. اتقدمت تاني بعد كام شهر طبعا على ما حصلنا وتأكدنا ان هي ما تتباعش لاي جهة اخرى والكلام ده كله. اتقدمت بيها نفس وكيل الصحة بس كان المحافظ بس هو اللي اتغير. كان الجلال بن سعيد وبعد كده الباشمهندس عاطف. بس هو نفس وكيل وزاره الصحه قاعد في الاجتماع. فبقول انا لقيت ارض مساحتها 6300 متر وعايز اعمل المستشفى العام طبق المواصفات اللي طلبتها. المواصفات اللي طلبتوها. قال لك لا الحد الادنى للمستشفى المستشفى العام 10000 متر. ايه ده؟ هو بيكبر؟ مش عارف. ما هو عدى كام شهر؟ عدى كم شهر. قالوا لك 6000 متر فجبت 6000، قالوا لك لا 10000 متر. انا اللي استنتجته بصراحه ان مستشفى عام يعني انت بتتكلم في مليار جنيه حاليا مش متواجد. فقلت اسكت لغايه ما الامور تتصلح الاقتصاديه بتاعه البلد ونتقدم. وبرده حاطط ايدي مش حاطط ايدي يعني عرفت مكان فيه 10000 متر.
بس ما راحش سنها عشان ممكن يقول لك 15. لا ما لا ما انا هستنى ما تيجي فلوس بعد سنة ما تيجي فلوس. طيب معانا السيده الفاضله استاذه جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ نائب محافظ القاهره المنطقه الجنوبيه التابعه لها البساتين. مساء الخير يا فندم. الاتصال قطع. طيب حاولوا توصلوا تاني. فقلت بقى خلي ال 10000 متر خليهم قلت له هتصرف فيهم يا باشمهندس عادل لغايه ما يعني الحاله الاقتصاديه تتصلح. وبقى فعلا مليار جنيه دلوقتي انا ما اقدرش اقول له اعمله لان انا عارف الدنيا فيها ايه. هي المستشفى بتتكلف مليار جنيه؟ هم قالوا لي كده. قالوا لك مليار جنيه؟ يبقى اجهزتها طبعا مش مبانيها. ماشي طبعا بالتجهيزات بالتجهيزات بالكلام بالاجهزه بالتحاليل هتعمل مستشفى عام فيها كل التخصصات. طيب انا عايز اسال الاستاذ ايمن طبعا. مصدق الرقم ده بتاع مليار جنيه؟ لا والله. ليه ما هو مليار الف مليون مش عارف اقول ايه. خلاص الفلوس ما بقاش ليها طعم يا استاذ ايمن. المليون جنيه خلاص ما بيعملش حاجه. مستشفى بمليار جنيه يعني ده هتبقى طب مستشفى. طب انتوا بتعانوا من عدم وجود مستشفى؟ بنعاني من عدم عربيات المطافي ما بتعرفش تخش عندنا. ليه؟ عشان الحارات والشوارع ضيقه. ضيقه جدا. والطفح والصرف الصحي ده اساسي. احنا حتى السكه الحديد عندنا غرقانه. يعني القطر في قطر بيعدي من عندنا مش هيعدي. القضيب مش باين فيه ميه حتى القطر. مش هيعرف يعدي.